السلام عليكم اخواتي، اليوم كما رانا نشوفوا وصفه اقتصاديه بالرز. ان شاء الله بربي تعجبكم وتجربوها وتنجحوا فيها. تعتبر كمقبله مرافقه مع حريره ولا شوربه. ولا نروحوا مباشره بلا ما نطول عليكم المقادير. هنا ديت الرز، غليت الرز، يعني نغلوه طريقه تيتعجن كما رانا نشوفوا هنايا. صراحه بقى لي الحشو تاع اللي حشيت به الكروم، كنت حطيت لكم الفيديو، كان باقي لي يعني ما بغيتش نقيسه، قلت نزاوده. هنا درت الكركم، عندنا البيض وعندنا الجبن وعندنا قطعه تاع الغبره تاع الدجاج. اول حاجه نديرها نضيف التوابل. هنا غادي نضيف شويه تاع كمون. هنا التوابل كل اخت دير التوابل اللي تفضلهم. ندير شويه تاع فلفل اسود، عندنا شويه تاع زنجبيل مطحون ما كتروش، وعندنا كروية، وعندنا كذلك مغرف صغيرة تاع راس الحانوت. هادو هما التوابل. غادي ندير غير قرصة تاع ملح، ما نكترش الملح بهذه الطريقة. هنا عندي وحدة بنة تاع دجاج، منديرهاش كامله، ندير غير النصف فقط. ندير الجبن، قطع الجبن يكونوا عندك. الجبن دائما المبشور ولا نوع واحد اخر بهذه الطريقه. هنا كما رانا نشوفوا بعد ما درنا الجبن نضيف البيض، يعني هنا صراحه بياض البيض مع شويه تاع بيض كذلك كان باقي لي في الفريجيدير. ونخلط هذه المقادير جيدا كما رانا نشوفوا. ممكن هنا نضيفوا علبه تاع طون، لكن انا ما فضلتش نضيف الطون بهذه الطريقه. نخلطوا مليح المقادير تاعنا ونخلي هذا الرز يريح حوالي يعني 10 دقائق في الفريجيدير تيتماسك شويه. من بعد نحضر المقله فيها الزيت، نخلو الزيت تاعنا تسخن، من بعد نرجعو نشوفو كيفاش نشكلو هاد صبيعات الرز بهذه الطريقه. هذه شوفو هذا هو الشكل، نخليه يبرد في الفريجيدير من بعد نتلاقاو. كما رانا نشوفو درت الزيت سخن، درت صبيعه تاع الرز تاعي بعد ما خليته ريح في الفريجيدير بهذه الطريقه. نشكلو صبيعات. هنا شفت الحبه تاع الرز كي درتيها تفركتت لك ولا نتحلت لك في المقله، غطسيه في الخبز الملحي وقليه عادي بهذه الطريقه. هذه نخلوه يطيب حتى يدي اللون الذهبي، من بعد نديرها في الورق الماس ونرافقوه مع صلصة الطماطم بهذه الطريقة. أنا غادي نكمل نقلي ومن بعد نعاودو نتلاقاو. كيما رانا نشوفو نقلي صبيعات الرز تاعي، نحمرهم من الجهتين هكا، يعني ما تحلوش كيما راكم تشوفو، خليهم يدو اللون الذهبي. من بعد نصفيهم الورق الخاص تاع الزيت باش ما يجيناش شاربين الزيت. كيما قلت لكم نقدموهم مع صلصه الطماطم. انا غادي نكمل نقلي الصبيعات تاعي، من بعد نعاودو نتلاقاو ونشوفو الطبق جاهز ان شاء الله. هنا كيما رانا نشوفو بعد اصابع الرز تاعنا ما قليتهم داو اللون الذهبي، درتهم في الورق الماس باه داك الزيت يشربهم، عفوا باه يشرب لنا هذاك الزيت الفائض، وقدمتهم كيما رانا نشوفو بصلصه الطماطم ونقدموهم يجو خفاف هذا الشكل تاعهم من الداخل. ان شاء الله بربي تعجبكم الوصفه. لعجبكم الفيديو ما عليكم غديروا لي جيم،
تشتركوا في القناة باش يصلكم الجديد، وكذلك ما تنساوش ان بارتاجيو لا فيديو مع اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش ندعموا القناة وكذلك تولي نوعا ما معروفة. والى الملتقى مع فيديو اخر ان شاء الله.